إصلاح أجهزة ستريم خارج الضمان مجاناً؟ كيف ذلك؟ للاستفادة من العرض الخاص المتمثل في إصلاح أجهزة التلفاز ستريم، إليك الخطوات التي يجب اتباعها. أولاً، يجب قراءة وقبول الشروط العامة. بعدها، عليك اختيار حجم التلفاز الخاص بك الذي يمثل بأول رقمين من الموديل المكتوب على الملصق المثبت خلف الجهاز. ثم اختر نموذج التلفاز الخاص بك الموجود على الغلاف الخلفي على ورقة الضمان أو على دليل المستخدم. بعد ذلك يجب إدخال الرقم التسلسلي لجهازك الذي ستجده خلف التلفاز أو على ورقة الضمان. لا تنسى إضافة صورتين من تلفازك، الأولى مأخوذة من الأمام وصورة الملصق المثبت خلف الجهاز. الخطوة الثانية التي يجب اتباعها هي اختيار العطل من الاقتراحات المقدمة. إذا لم تجد العطل من بين الاقتراحات، انقر على المربع الذي يشير ذلك حتى يتم إضافتك إلى قائمة الانتظار. الخطوة الثالثة هي ذكر معلوماتك الشخصية الصحيحة حتى نتصل بك: الاسم، اللقب، رقم الهاتف، الإيميل، رقم بطاقة الهوية، الولاية وخدمة ما بعد البيع لإيداع منتجك. من المهم أيضاً أن تعلم أنه لا يسمح إلا بإصلاح واحد لكل شخص، وأن تقديم بطاقة الهوية عند إيداع تلفازك إجباري. يجب عليك بعد ذلك التحقق من بياناتك الشخصية قبل التأكيد. سيتم إرسال كود إلى الرقم الذي أدخلته في معلوماتك الشخصية الذي عليك بإدخاله حتى يؤكد تسجيلك. احتفظ برمز العميل لتقديمه عند الطلب. تهانينا، لقد تم تأكيد تسجيلك. لا تنسى تحميل استمارة التسجيل حتى تقدمها عند إيداع التلفاز. شكراً.